حصتنا من سحر وترويج ودوما تسلينا طوبي كتكت وكوكو والكل يرافقنا تعالوا هلموا إلينا ضموا عمو يزيد الغدو والشاطر يعطينا الحل حكاية فيها عبرة حكمة مثل معلومة وبها يا نور العفو عمو يزيد تعالوا هلموا إلينا ضموا عمو يزيد. مساء الخير يا أطفال. مساء الخير. وش راكم لاباس؟ نعم. إذن عمو يزيد يرحم بكم في هذه الحصة الجميلة اللي تحبوها. نعم. مرحبا بكم وانتم كذلك يا أطفال اللي راكم تشاهدوا فينا. إلا حبيتوا تحضروا معنا كذلك في حصة مع عمو يزيد، ما عليكم إلا توجهوا الإنترنت بهذه الطريقة. إذا حبيت تشارك وتحضر معنا سهل، ما عليك إلا تروح الإنترنت تكتب عمويزيد.com، تضغط على زرار شارك في حصتنا، تملأ الاستمارة، ما تنساش رقمك الهاتفي وبريدك الإلكتروني. مرحبا بك. فقط يا أطفال لما تسجلوا عبر الإنترنت عليكم بشوية على الصبر باش تجوا تفرحوا معنا، لأن التسجيلات كثيرة وقال الأطفال حابين يجوا يحضروا في حصة مع عمو يزيد، وعمو يزيد حاب يستضيفكم كامل. إذا كان معتاد دائما نتكلموا على أيام عالمية ودولية ووطنية كذلك اللي تفيدنا في هذه الفترة. هذه كاين يوم عزيز علينا جدا، هو يوم العلم. شكون يقدر يقول لي يوم العلم نسبة لمن؟ نسبة لمن؟ واسمك وليدي؟ وشين عبد الرحمن. وين تسكن عبد الرحمن؟ عين بسام. في عين بسام، الله يبارك. ولاية بويرة. ولاية بويرة نعرفوها عين بسام، تروح تسلمنا عليهم كامل. نعم يا أخي. نعم الله يبارك. نسبة لمن يوم العلم؟ 16 أبريل. 16 أبريل. ونسبة لمن؟ وش هي المناسبة؟ هو حقيقة يوم 16 أبريل. برافو برافو. وش هي المناسبة؟ المناسبات. واسمك ولدي؟ زرين حسن بن عبد الصبور. بن عبد الصمد؟ عبد الصبور. بن عبد الصبور، الله يبارك الله يبارك. وين تسكن بن عبد الصبور؟ سوقر ولاية تيارت. سوقر ولاية تيارت، الله يبارك الله يبارك. شحال رقم الولايات يا؟ 14. الله يبارك الله يبارك وليدي. إذن النسبة هي نسبة لي لبن باديس. لي عبد الحميد بن باديس. عبد الحميد بن باديس، برافو برافو وليدي، برافو بن عبد الصبور، برافو. ولكن هذا التاريخ 16 أبريل هو ذكرى، واش هو ذكرى وفاة العلامة عبد الحميد ابن باديس، هو اللي كان رئيس جمعية العلماء المسلمين. يا أخي أطفال عندي مفاجأة لكم من بعد، عندي مفاجأة لكم من بعد، جميلة جميلة جدا. وفي هذه الفترة هذه كذلك يوم 16 أبريل كان يوم عالمي مهم، هو ضد استعباد الأطفال، هو ضد رق الأطفال. C'est la journée internationale contre l'esclavage des enfants. على بالكم يا أطفال بلي كاين مجتمعات وين الأطفال تستعبد، كاين العبودية. وحنا في ديننا الحنيف وحنا كجزائريين وكامل ننبذ كل أنواع الرق، كل أنواع الاستعباد. يا أخي الناس خلقوا ليكونوا أحرار. يا أخي أطفال إذا توقفوا اليوم باش ندوا بهذه الظاهرة اللي هي رق الأطفال. واش رأيكم دركا نقولكم لغز اليوم؟ تحبوا الألغاز؟ إذن كما عودكم عمو يزيد كل بداية الحصة عندكم لغز، أنتم وأطفال وأصدقائنا اللي رام يشوفوا فينا كذلك يقدروا يشاركوا في الإجابة عن اللغز بهذه الطريقة. هذه أنت كذلك جاوب وربح عن طريق الإنترنت مع آجل. اكتب عمويزيد.com، اضغط على زرار جاوب على اللغز، املأ الاستمارة، ما تنساش رقمك الهاتفي، بريدك الإلكتروني والجواب على اللغز. رايح تربح هدية قيمة مهداة من طرف شركة آجل، 15 سنة في خدمتكم. اسم الطفل الفائز في الحصة الماضية يظهر أسفل الشاشة، مبروك عليك الهدية. إذن لغز اليوم يقول: أضع أسناني بين أسنانك، من أنا؟ اللغز اليوم يقول: أضع أسناني بين أسنانك، من أنا؟ على بالي بلي شاطرين، فكروا إلى غاية نهاية الحصة أنتم والأصدقاء اللي راهم يشوفوا فينا، وأنا باش نلحقوا الجواب عن اللغز. كلفنا إيناس بهذه المناسبة. على بالكم يا أطفال يوم العلم مهم جدا،
وكنا في يوم العلم الماضي في حصة مع عمو يزيد كنا درنا نبذة تاريخية عن العلامة عبد الحميد بن رماديس، وهذه المرة حبينا نعرفوكم عن علامة آخر اللي هو الشيخ محمد البشير الإبراهيمي رفيق درب عبد الحميد بن رماديس، راح نتعرفوا عليه مع إيناس. مساء الخير يا أطفال. اليوم نحكيكم على حياة محمد البشير الإبراهيمي، من أعلام الفكر والأدب في العالم العربي، وهو رفيق النضال لعبد الحميد ابن باديس في قيادة الحركة الإصلاحية الجزائرية، وكاتب تبنى أفكار تحرير الشعوب العربية من الاستعمار وتحرير العقول من الجهل والخرافات. ولد في 14 جوان 1889 في أولاد إبراهيم ولاية برج بوعريريج. تلقى تعليمه الأول على يد والده وعمه فحفظ القرآن. غادر الجزائر عام 1911 إلى الحجاز وتابع تعليمه في المدينة، وغادر الحجاز عام 1916 قاصدا دمشق حيث اشتغل بالتدريس. في عام 1920 غادر الإبراهيمي دمشق إلى الجزائر وبدأ بدعوته إلى إصلاح ونشر التعليم الديني في مدينة سطيف. وفي عام 1924 زاره ابن باديس وعرض عليه فكرة إقامة جمعية العلماء، وبدأ تأسيس الجمعية. اختير إبراهيم نائبا لرئيسها، وبدأ ببناء المدارس الحرة، وكان يحاضر في كل مكان يصل إليه، وقد امتد نشاطه إلى تلمسان. وفي عام 1939 كتب مقالا في جريدة الإصلاح فنفته فرنسا إلى أفلو. وبعد وفاة ابن باديس انتخب رئيسا لجمعية العلماء، وهو لا يزال في المنفى ولم يفرج عنه إلا إلى عام 1943، ثم اعتقل مرة ثانية عام 1945 وأفرج عنه بعد سنة. وفي عام 1947 عدت مجلة البصائل للصدور، وكانت مقالات إبراهيم فيها على قد من البلاغة والصراحة والنقد القاضي لفرنسا وما يسميهم علماء فرنسا. عاش الإبراهيمي حتى استقلت الجزائر، توفي في منزله يوم 20 ماي 1965. برافو 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 إيناس، برافو. إذن جمعية العلماء المسلمين جمعية كانت مهمة، كانت عندها أهداف، أهدافها كانت تعليم الشعب، تحارب الخرافات، لأنه في هذاك الوقت كانوا الجزائريين محتلين من طرف الاحتلال الفرنسي. إذن كانت الأقلية من الجزائريين اللي كان عندهم الحق في التعلم، معظم الجزائريين كانوا ما يقراوش. إذن هذه الجمعية هذه جات حتى تعلم الشعب، إذن داروا مدارس حرة، داروا يعني كان عندهم أهداف لتعليم الشعب وكذلك محاربة الخرافات. كذلك عمو يزيد دالكم مفاجأة، المفاجأة هي أغنية اسمها 16 أفريل، يا فرحي بلقياك. يا أخي نغنوا 16 أفريل مع بعض يوم العلم بن باديس يا علامة، يلا كمل معنا. يا فرحي بلقياك 16 أبريل، يا فخري بذكراك 16 أبريل، يا فرحي بلقياك 16 أبريل، يا فخري بذكراك. تاريخ وشهادة وذكرى اليوم العلم، حقوها شهادة سلاحهم قلم، رجال السيادة عليهم يشهد العالم. تاريخ وشهادة وذكرى اليوم العلم، حقوها شهادة سلاحهم قلم، رجال السيادة عليهم يشهد العالم. يا فرحي بلقياك 16 أبريل، يا فخري بذكراك.
بادس يا علامة، كنت شمعة يا إمامة، تحرق الدين الظالمة وتنور في الظلام، وعيد شعب الأمة وتعيد للسلام. بن بادس يا علامة، كنت شمعة يا إمام، تحرق الدين الظالمة وتنور في الظلام، وعيد شعب الأمة وتعيد للسلام. 16 أبريل يا فرحي بلقياك، 16 أبريل يا فخري بذكراك. 16 العلامة يا معزز بلادي، ديريك الحمامة روحي ولينا عودي، ورجعي بالسلامة وعيد التاريخ لولادي. يا ذكرى العلامة يا معزز بلادي، ديريك الحمامة روحي ولينا عودي، ورجعي بالسلامة وعيد التاريخ لولادي. 16 أبريل يا فرحي بلقياك، 16 أبريل يا فخري بذكراك. برافو 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 برافو. اذا 16 افيل يا ذكرى العلماء يا معزة بلادي، يا اخي طيرك الحمامة ولينا روحي ولينا عودي، ورجعي وعيدي التاريخ لاولادي. اذا يا اطفال مهمتنا احنا ومهمة اوليائكم وكامل اننا نعيد لكم تاريخ الوطن. تحبوا تاريخ الوطن؟ برافو برافو برافو. انا نقول تحبوا العاب الخفه؟ تحبوهم؟ اذا كامل معايا نعيطوا العم مراد اللي جانا مدينه بليده. مرحبا عمو مراد. عمو مراد تفضل. عمو مراد تفضل. عمو مراد تفضل. السلام عليكم يا اطفال. اليوم تشاركونا الفرحة؟ هي هي هي. ما نسمع والو. واو وشنو هذه؟ الجزر. هذه صورة تاع الجزر. أنا شحال نحب الجزر. على بالكم يا أطفال الجزر عندكم ليش مليح؟ ليش مليح يا أطفال؟ تقدروا تقولوا لي وش فيه؟ يقولوا لي هاي قولي لي فيا. للعينين الجزر مليح للعينين. تحبوا الجزر؟ تحبوا الجزر؟ حتى انا نحب الجزر. مالا نخبيوها. نعم عبيكم. علاه
عندي صديقي أرنو يموت على الجزر. نعم نحطوها هنا بساعة السوها ردوا بالكم ما ايه نحطوها هنا يا شوفوا ديروها هنا هلا مش بيشوفهاش ونحطوها هنا يا عسوها ايه نعيطولو عيطولو أرنوب أرنوب يا ستوتة ها أرنوب شتو أرنوب من فصيلة الأرانب نعم أرنوب من فصيلة الأرانب إيه ويحب الجازر يحب الجازر بزاف بزاف بصح على بالكم بلي يدخل بالكم ردوا بالكم ما عسو جازر عسو أرنوب بالكم ما شوفوه مليح نحطوه لهنا إيه على بالكم وراه يا كوكو شافيه شوفوا عليه صح شوفوا مليح نقلبو كامل نخلو غير وحده باش نعاونكم بس كلو كان ثلاثة يعني عبلي ما تصيبوش وراو أرنوب على اليمين ولا على اليسار على اليمين على اليسار نشوفو منا منا شدو هرب بالكم ما معليش هسه نقصوا وحدة ايه نقصوا وحدة حطوها هنا عسوها هذه المرة بلاكم ورا منا ولا منا 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 هذا لعبها لكم ما استنى وشوف عسوا هذه المرة وراهم هنا هرب لكم شتو قلت لكم عسو بصح ويا هل ترى وراهم يا حي ما تزيدي ليش وقال لك الانجازة يا أطفال أنا نحب الصور تاع الأرانب شابين حلوين هاي عندي صورة تاع الأرنب أرنوب هنا كي كان صغير شتو كي كان صغير شحال كان شباب يا بصح هاد الصورة شتوها واش خاصت هاد الصورة واش خاصها جازار هنا كان بيبي مسكين هنايا ما ياكلش الجازار واش خاصها الالوان ربي صفقوا عليها تستاهل صفيقه شتو العاب الخفه تعلمكم الانتباه باش تنتبهوا شتو هذا هو الكادر تاعو هذا هو الاطار اللي داير فيه الصوره بصح لازمنا حنا لازم نعاودوا نرجعوا له الالوان تاعو ايه هاي نحسبوا كامل كيف ايه واحد اثنين شكون ما حسبش معانا شكون ما حسب حسبتي تيا يا مش حشبة هيا نعاودو حسبي يا هكا ولا شبابة شكرا يا أطفال برافو باي باي برافو عجبكم عمو مراد؟ لا إذن يا أطفال عمو يزيد راح يحكي لكم كالمعتاد حكاية الطفل والبطيخة يلا كمل معايا يا أطفال كما وعدكم مقبلة راح نحكي لكم حكاية الطفل والبطيخة واحد النهار كان واحد الأب مع وليده راحوا للسوق والأب نتاعو شرى بطيخة هذيك البطيخة كبيرة شوية وقعد رافدها ومن بعد وليده
ألح على الأب نتاعو قال له يا بابا أعطيني نرفدها أعطيني، قال له يا ولدي صغيرة كبيرة عليك ما تخدش، قال له لا 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 أعطيني أنا نرفدها. شفتو كي يكون الطفل هكذا كي يحب يرفد حاجة أعطيني نرفد حاجة أعطيني. ومن بعد أعطالو كي ألح عليه أعطالو البطيخة هذيك يرفدها، رفدها كانوا طالعين هكذا في الدرج. بعد كي طلعوا في الدرج تحت لهذاك الطفل تحت له البطيخة من يدو. والدو واش قال له؟ قالوا لا لا تقلق يا ابني، هو خاف باباه يزقي عليه كامل، بصح قال له لا لا يا ولدي ما تقلقش، لانه هذه قوه الجاذبيه هي اقوى منا كلنا، هي اللي جبدت البطيخه نحو الاسفل تحت. اي خلاص راحوا. من بعد اسابيع من بعد راحوا ثاني مره ثانيه للسوق، اشترى الاب ثاني بطيخه اخرى. طالعين للدار هكذا، بعد ولدي قالوا يا اعطيني اعطيني بابا اعطيني نرفد البطيخه هذه، اعطيني نرفد الدلعه هذه. قال له كبير عليك، قال له لا لا معليش معليش. بعد عطاها له رفدها، جاو طالعين للدار هكذا عاود طاحت له مره ثانيه، طاحت له مره ثانيه. واش قال له بابا؟ هو عم بال باباه راح يسقي عليه، راح يقول له رد بالك وكمل. لا لا قال له لا تقلق يا ابني، لان هذه قوه الجاذبيه اقوى منا كلنا، هي اللي طيحت البطيخه. راح وقت هكذاك، ومن بعد المره الثالثه كذلك راحوا شراوا بطيخه، ولا شراوا بطيخه ثاني طاحت له. وباباه ما تقلقش، قال له يا وليدي ما تقلقش، هذه قوة الجاذبية هي اللي أقوى منا كلنا، هي اللي تجبد البطيخة نحو الأسفل. هذاك الطفل هذاك من بعد كي كبر وكامل، في كل مرة يشري بطيخة تطيح له، لأنه في الذهن نتاعو أنه البطيخة راهي تطيح لأن الجاذبية أقوى منا كلنا، وهي اللي راهي تجبدها نحو الأسفل. عمو يزيد نستخلص من الحكاية أنه يجب أن نزرع الثقة في أطفالنا. برافو 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 بوبي، يجب أن نزرع الثقة في أطفالنا. لازم تقول له لا لا يا وليدي رد بالك، المرة الجاية تقدر ما تخليهاش تطيح، لازم ترد بالك علاش طاحت لك وكامل. ما لازمش لا مبالاة، تقول له معليش معليش يا وليدي فشلت في الامتحان لأن كاع الناس تفشل. لا لا، لازم تزرع فيه الثقة، لازم الطفل تبين له باللي يقدر يدير عدة أشياء، باللي يقدر يرفع التحديات، باللي يقدر يقرأ أحسن، يقدر لما حاجة تطيح له يقدر المرة الجاية ما تطيحلوش. حتى الطفل لازم يتعلمها، نقولوا له بلي لازم يتعلم، ما لازمش نقولوا له لأنك ما تعرفش تدير هذا الشيء، لأنه معلش عادي بزاف الناس ما يعرفوش. لا لا، دائما لازم نزرع الثقة في أطفالنا. يا اخي اطفال يلا يا اطفال لحقنا دركا الركن اللي تجوا لهنايا تحكوا لي النكت نتاعكم. شكون اللي عنده نكته جميله؟ تعالي بنتي تعالي، اروحي اقعدي هنا. واسمك بنتي؟ فريال. وين تسكني فريال؟ في قهوه شرقي. قهوه شرقي برج البحري هذه؟ نعم. الله يبارك، احكي لنا النكته تاعك. كان واحد الخطره كان واحد الطفل كان أبي قال له تعال معي نشرو الجزر. من بعد هذاك الطفل بابا كي راح مع الطفل راح مع بابا كان رايح يشري الجزر، ومن بعد كي كان رايح يجبد الدراهم ما صابهمش. هذا ممكن. خلاص وين راحوا ذوك الدراهم؟ سرقوهم. برافو تعالي أروح. واسمك؟ شيماء. وين تسكني شيماء؟ بوليو. في بوليو الحراش يعني؟ خيار ناس. أحكي لنا بنتي النكتة تاعك. كاين واحد النهار سرقت التلاميذ أرسموا كامل عصفور، جح حفريا ما حبش يرسم. بعد صفقت أستاذة قالت له بنت كامل على الصفوف كامل رسمه بس نتاع جحا. قالت له وراه العصفور تاعك؟ قال انا رسمت عصفور شبا انتي صفقتيه هو هرب وطار. برافو. يا اطفال لحقنا دركا الجواب عن اللغز. اضع اسناني بين اسنانك، من انا؟ شكون اللي يعرف؟ واسمك بنتي؟ الاسنان. واسمك؟ ليليا. ليليا وين تسكني؟ في باب أحسن. وش هو الجواب؟
فرشاة الأسنان. فرشاة الأسنان عرفتوها كامل وقيلة. برافو برافو برافو. تعالي ليليا تعالي 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 ليليا، أعطيني الهدية تاع الشابة هذه. روحي بنتي. إذا ليليا، حنا الشاطرين اللي جاوبوا على اللغز نعطوهم هدية، هو كأس باش تشربي فيه الحليب والماء والعصير كذلك يا أخي. برافو بنتي. وسيدي عمو يزيد من حق الطفولة فيه 22 أغنية إن شاء الله تستفادي بهم يا أخي. فوالا بنتي، بصح عليك بصح عليك. العفو. الحقنا درك الركن عيد الميلاد. اليوم عندنا عيد ميلاد عبد العالي 7 سنوات. التحق بي يا عبد العالي. تعال تعال تعال. إذا احنا راح نغنوا لعبد العالي عيد ميلادك أحلى عيد، وأصدقائنا يروحوا يجيبوا لنا الكاتو تاع عبد العالي وحنا نغنوا له. يلا التحقوا بيا نغنوا لعبد العالي كامل. يلا عيد ميلادك أحلى عيد، ربي كتب لك عمر جديد، الله يبارك فيك ويزيد ونقول لك عيد ميلاد سعيد. الله يبارك فيك ويزيد ونقول لك عيد ميلاد سعيد. صحة وسعادة وهنا، إن شاء الله يا ربي لم ينسانا وتعيش أيامها أفراح. إن شاء الله يا ربي لم ينسانا وتعيش أيامها أفراح. يا بنين ويا بنات يلا نطير بالونا، نسهى نمرح نغني نفرح ونعيشوا أحلى الأوقات، نسهى نمرح نغني نفرح ونعيشوا أحلى الأوقات. هذه الحلوى لك جبناها وشموعك فيها زرعناها، باسمك انت زيناها ليلة حلوة يا محلاها، باسمك انت زيناها ليلة حلوة يا محلاها. بابا وماما يدعولو واصحابو يبركولو، وجمل هدايا يهدولو هيا نصفق ونغنيله، وجمال هدايا يهدوله هيا نصفق ونغنيله. سنة حلوة يا جميل، سنة حلوة يا جميل، سنة حلوة سنة حلوة سنة حلوة يا جميل. ستة برافو 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 برافو. إذن عبد العالي عمو يزيد يهدي لك شهادة المشاركة في إنجاح تصوير حصة مع عمو يزيد في هذا الظرف الجميل، وانتم كذلك كامل كما راكم غير تخرجوا راح تسيبوا الشهادات تاعكم في انتظاركم. تفضل وليدي. وعبد العالي بما أنك جمعت 5 قسيمات من علب حليب رامي وبعثتها لنا، اخترناك اليوم باش تحتفل بعيد ميلادك، ورامي ممول الحصه يهدي لك هذه الهديه ان شاء الله تستفاد بها. وانتم ثاني يا اطفال برافو، انتم ثاني يا اطفال اللي حبيتوا تحتفلوا بعيد ميلادكم مع عمو يزيد، ما عليكم الا تجمعوا 5 قسيمات من علب حليب رامي وتبعتوها لصندوق بريد 42000 ستوالي بالعاصمه. مرحبا بكم يا اطفال. انا كذلك ما بقالي الا نقول لكم ابقوا على خير، استنونا في الاسبوع المقبل على قناتكم الشروق تي في على 5 تاع العشيه نهار 3. نحبكم يا اطفال. لا تحزن وحان الوداع يا اصدقاء، كل الايادي في ارتفاع الى اللقاء، لا ننساكم لا تنسونا احببناكم احببتونا، سنعود فانتظرونا في موعد جديد مع عمو يزيد. لا
لا ننساكم لا تنسونا أحببناكم أحببتونا سنعود فانتظرونا في موعد جديد.